والله كانت فرحة لا توصف للعودة على الدراسة بعد الانقطاع لتسع سنين. حلم تحقق بعد 22 سنة، حصلت على 235-240. حسيت شيء لمع على إيدي، طلعت أنا متصابة. صرت أحلم دائما إنه بشوف في منامي إنه عم برجع بقعد دراسي، عم برجع بذاكر. ساكن بخيمي وعم بشتغل عامل يومية وعنده عيلة وثلاث أولاد وقدر يوصل لهذا النجاح. أنت بحالي كنت قريب من الموت ورجعت وقفت على رجليك وكملتي. اللي حاطط في باله شيء طموح واللي عانى بهاي المرارة أكيد بده ينتج من الموت ولد الحياة. مين قالكن إنه الأحلام الكبيرة صعب تتحقق؟ مين اللي خبركن إنه الصعوبات والتحديات والمشاكل ممكن توقف بوجه الأحلام؟ النماذج اللي رح نشوفها بحلقة اليوم شي ما بتصدق، أشخاص واجهوا صعوبات وتحديات ومشاكل بس قدروا يهزموها ويتغلبوا عليها ويوصلوا لأحلامهم. خلنا نشوف مع بعض. يا شباب، أحمد ما ترك عذر ولا لطالب بكالوريا ولا لطالب جامعة ولا لطالب تاسع. السلام عليكم. الله يعطيك العافية يا رب. حياك الله أستاذ علي. الله يعطيك العافية. فيك يا رب، حياك الله. شايفك تعبت، ما بتاخذ استراحة هيك دقيقتين دردش سوا؟ ناخذ. الله يعطيك العافية يا رب. يا ميسر، الله يعافيك. أحمد ما هيك؟ أحمد. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. مبروك النجاح. الله يبارك فيك. ناقصك 5 علامات. بفضل الله سبحانه وتعالى. والجهود اللي قدمناها. بكالوريا علمي؟ الحمد لله رب. ناقصك 5 علامات. 5 علامات. شو صار لك منقطع عن التعليم؟ أنا منقطع من 2014. 9 سنوات. 9 سنوات. تقريباً، بفضل الله. بعد 9 سنين رجعت قدمت بكالوريا وحصلت على 235-240. اللي عنده هدف وطموح ما بتوقف قدامه شيء خالص. ما شاء الله عنك. متزوج؟ ايه الحمد لله. عندك 3 اولاد. وعندك اولاد؟ ايه الحمد لله. طيب متزوج وعندك، وشو بتشتغل؟ والله انا عامل يومي، يوم باطون يوم بلوك يوم حجر، شو من اجا بدنا نقعد قدام اولادنا. عامل يومي؟ عامل يومي. طيب معلش، يعني اي حدا هلا من حقه يسال انه عامل يومي شغله كتير صعب مرهق، شايفك عملت لها تو، والله الله يكون بعونك والله. ومتزوج وعنده 3 اولاد وقدم بكالوريا وجاب هذا المجموع، كيف عملت هالترتيب كله؟ والله هذا اول شيء تيسير من رب العالمين. ثاني شيء مثل ما قلت لك، اللي حاطط في باله شيء طموح واللي عانى بهاي المراره اكيد بده ينتج بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، هذا اولا. وثاني شيء بده الجهد ويكون عندك هدف، بس الإنسان حط الهدف قدامه خلص ما بقى يعيقه أي شيء أبدا. طيب بس إنه الإنسان له قدرة معينة، يعني أنا ما بقدر أوافق بين هدول 3 شغلات، بين إني أشتغل باليومية وشغل شاق وبين إني ربي أولادي وبدي أصرف عليهم ما بعرف إيش وبين بدي أدرس الدراسة لحالة، بدي بقول لك بدي فضوت بال ومتفرغ ما بعرف إيش. أكيد هذا الشيء كان صعب جدا، خصوصا أنا من طلاب معهد إرادتي، يعني بحكم إني هون ساكن بدير حسان، فكانت المسافة اللي بقطعها ما يقارب 15 كيلومتر، يعني كل يوم رايح راجع، هذا كل يوم، يعني هذا ضاف أحد العوائق. بالنسبة كمان لكارثة الزلزال اللي صارت هوني، يعني الفكر تشتت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وصلنا لمرحلة إنه صار الهدف قدامك يضيع. كيف لقطته بعدين؟ ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى الإرادة والصمود كانت هي الدافع الأقوى. ما شاء الله عنك. الله يبارك فيك يا رب. معناتها 5 علامات راحوا بين بسبب الشغل وسبب الزلزال. أكيد. وكان ما خلت ولا علامة يروح، وين راحوا العلامات؟ والله راحوا 4 رياضيات وواحد كيمياء. رياضيات. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله عنك، ما شاء الله. الباقي مجموعتين. الحمد لله، كله الباقي مسكروا. كيف تلقوا أولادك أو عيلتك، كيف تلقت هذا الخبر إنه 235؟ والله ما شاء الله مجموعة عالية. والله كانت فرحة لا توصف، خصوصا بالنسبة للأهل والعائلة اللي كانوا هن المشجع الأكبر للعودة على الدراسة بعد الانقطاع ل9 سنين. أنا كنت عم بشتغل يعني وعين الله علي، ولكن قدر الله ما شاء فعل، رب ضارة نافعة، تعرضت لإصابة بإجري، تمزق أربطة كان حاد، فقطعت عن الشغل ما يقارب شهر كامل أو أكثر شوي. بظروف القاعدة بالبيت والظروف المادية والمعيشية الصعبة، من الموت ولد الحياة. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين. كان قرار العودة للدراسة. أنا ما كان في أي خاطر خالص أنه للعودة للدراسة، ولكن مثل ما قلت لك من الموت ولد الحياة. سبحان الله، هي الرسالة، لأنه أي حدا بصير معه شيء سيء ترى ممكن يكون باب خير. أكيد، رب ضارة نافعة، أكيد الله سبحانه وتعالى ما بيهيئنا غير الخير. فاتخذت قرار العودة للدراسة بعد هالشيء اللي عانيته هوني وظروف العمل والشغل، الشوب شوب والبرد برد. وين ساكن أحمد؟ أنت من وين؟ أنا من مهجر، من ريف إدلب الجنوبي، قرية مرحطات بالتحديد. مهجر وين ساكن؟ بدير حسان، مخيمات دير حسان. بخيمة؟ الحمد لله رب العالمين، بخيمة.
يا شباب النموذج انه ساكن بخيمي وعم بيشتغل عمل يومي وعنده عيله وثلاث اولاد وقدر يوصل لهذا النجاح. احمد انت حدا كثير كثير رائع ما شاء الله، ما بوجهك بس افعالك هي الله سبحانه وتعالى. مثل ما قلت لك اللي عنده طموح واللي عنده إرادي ما في شيء بوقفه بيضل يسعى. طيب شو بتوجه رسالة للطالب اللي ممكن بقول لك هيك واجه شوية صعوبات معيشية أو إنه ربما صعوبات بالحياة بقول لك خلاص ما بقى بدي كل هالدراسة؟ والله بوجه له رسالة بزول الجهد وقدم، لأنه ما في أمامك غير شهادتك هي اللي بتنفعك. أكيد كل إنسان لازم يكون له بصمة بهذا المجتمع. نحن هلق بتطور حضاري ما شاء الله وتطور علمي نهضة علمية قوي كبيرة رغم الحرب والحصار وكل شيء عم بصير. أنت مهجر وعم تحكي هذا أكيد وظروف الخيام والقاعدة ونحن الحمد لله رب العالمين عايشين والحياة بدأت تستمر وين من كانت تكون. بوجه له رسالة قوية جدا بزول الجهد واستمر. من حدا جرب هيك وجرب هيك أكيد مجرب هون ومجرب هون عبقى لك 9 سنوات ولكن من الموت للحياة نرجع. بدنا المجتمع بده يمشي والحضارة ما في شيء بيوقف انه عند انا عائق والله خلص وقفت استسلمت بدي كفي. واللي عنده طموح لازم يحقق جهد مشان يوصل للهدف. شو هدفك بعد البكالوريا؟ اسال الله سبحانه وتعالى انه يكتب لي دراسة الطب البشري. طب بشري؟ اي ان شاء الله، وان شاء الله تعالى ما اضطر انقطع مثل ما كنت منقطع عن دراسي مرة ثانية. الله يا رب ان شاء الله ربنا بيهيئ لك، لانه انت حدا فعلا تستاهل انه حدا يهيئ لك اعانه طالب علم، وانت فعلا طالب علم. طالب علم تكسر العين، ترى كسرت لنا عيننا بانه بهالظروف هذا. يعني شوف اذا في كميه هيك حجاره وصخور مثل هالحجاره طلعت وردي هيك منها، انت الوردي عن جد. والله بفضل الله سبحانه وتعالى. ناوي في براسك اختصاص معين بالطب؟ ان شاء الله عصبي. عصبي اصعب، رايح على اصعب اختصاص يا رب. نسال الله سبحانه وتعالى انه يكتب لنا اياها. والله ليك على الهمه الهاي هسه بتختم العصبي يا رب. يا رب نسأل الله يوفقنا ونكون إنا بصمة بهذا المجتمع إن شاء الله يا رب. ما شاء الله عنك ما شاء الله عنك، الله يعطيك ألف عافية يا رب. الله يعطيك العافية. شباب النماذج اللي شفناها ورح نشوفها شيء فعلا برا المنطق برا العقل، ربما ما حدا يقدر يستوعبه أو يصدقه، لأن ما في طالب بيقدر. ما ترك عذر لحدا أحمد، ما ترك عذر لطالب بقول والله بسبب ظروفي هيك ما رح أكمل، ما ترك عذر لحدا. فبالتوفيق يا أحمد وريته ألف مبروك مرة ثانية، وإن شاء الله هيك بنشوفك بالجامعة ونشوف عيادتك ان شاء الله عن قريب يا رب. حبيبي يا ابو حميد حياكم الله. الله يعافيك يا رب. اما قصه صبا فقصه مختلفه شوي. صبا ناجي شجاعه نجت من مجزره الاقلام اللي ارتكبتها طائرات النظام باحدى المدارس ببلده حاس. اصيبت صبا ورجعت كملت دراستها وصلت للبكالوريا وحصلت على مجموع عالي، نقصها بس 6 علامات على المجموع العام. الله يريتو الف مبروك النجاح يا صبا، وان شاء الله هيك للاعلى ان شاء الله. ان شاء الله. سبا انت حضرتي مجزره من بال2016 يعني تقريبا من 7 سنين، شو اللي صار بوقتها؟ نحن كنا بصف كعادتنا كل يوم، فاجت الطياره وضربت بعيد. اول شيء نحن كنا هذا الشيء معتاد يعني، بعدين صارت الطياره تقرب والضرب صار يقرب شوي، فالان ثقاتنا خلاص طلعوا كل واحد بحال سبيله. نحن طلعنا على الشوارع كلياتنا، فطلعت انا ورفيقتي ايده بايده وقاستنا ورانا. هون اجت بقى ضربة قريبة، هي بعدت عني وانا بعدت عنها، وهون غمضت عيوني انه شيء مثل الخيال. فلما فتحت عيني لمرة واحدة شفت يعني موحة دم كبيرة كتير يعني، وراس بالارض وايدين طبعا كان كتير شقاف بالارض. هون الضربة صارت على المدرسة؟ هن مجمع مدارس، فكل ضربة اجت تقريبا مدرسة وعلى الشارع وهيك. كملت ويعني حاسه انا شيء مثل الخيال انه ما انه شيء مزبوط، وانا امشي فحسيت شيء لمع على ايدي، طلعت على ايدي طلعت انه متصابه. صبتي بايدك هون؟ فهون يعني حسيت شيء مثل الخيال، وانا عم بصيح على اخواتي وهيك انه يجوا، فكرت انه ماتوا يعني. كملت وعلى حفظ طريق المدرسه ضليت مغمضه عيوني لاخر شيء. كان مع شنطتي شلفتها لبنت عمي وضليت انه مكافيه. لما شافني اخوي كنت كلياتني دم، والناس اللي حواليه فكروني متصابه بعضو غير يعني، فقلت لهم خذوني على امي بدي اشوفها قبل ما اموت. انه فكرت حدا بدي اموت. لا بعيد الشر عني. الحمد لله رب العالمين. بعدين سافرت لمشفى الضيعه كان مليان على الاخير، ما كان في استيعاب خالص. كلهم طلاب كانوا معك بالمدرسه؟ اي طلاب، وحتى في اهالي مثلا يجوا ياخذوا اهالي هون او هيك، وانا هون كمان على الطريق. بابا شاف، انا شفت بابا انه بس هو ما شافني لانه كان معبي السياره. فاسفنا هو ابن عمي اخذنا على مشفى الوطني بالمعره. طيب بعد الواحد ممكن يكره المدرسه او يخاف منها، حسيتي مريتي بهي التجربه؟
أنا طلعت يعني بعد ما طلعت من هاي الحالة أنا فت بحالة نفسية سيئة جدا جدا، حتى برا البيت ما كنت أطلع. ضليت 5 شهور بغرفة القاعدة وأبدا ما أتفرج على شيء خالص، لا أخبار مقطوعة على الحالة من الخارج بشكل كامل يعني. وكل ما حدا يحكينا مثلا شو صار معك أو هيك خلص ما بدي أتذكر. وحتى كان في قلة، أنا آسف إنه ذكرناك بهاي المأساة. مأساة عن جد. بعدين كان في قلة بمواد طبية بشكل كبير، إنه إذا كانت دابة هون يحطوا لي شاش بلزق، فكل ما مثلا إيش شيله مثلا كل يومين وثلاثة يشيلوا الضماد وهيك يعني. بصيح من صرخة يعني بحرقة قلب أنه هيك. الحمد لله رب العالمين اشتست هالحالي وضليت سنة كاملة روح هنو كملوا المدرسة بقبو، روح كل 10 أيام مثلا عليه وارجع من أول حصة. ما تقدر تحمل؟ ما أتحمل لا أبدا. بعدين يعني نجحت هيك يعني بالصف السابع رجعوا المدرسة رماموها وارجع، بس كل ما طلع هيك خلاص عقلي مو معي، عقلي مو بالدراسة. والثامن كان عنا كمان هدنة ويعني دوامت شوي، وآخر صار عنا هيك كمان ضرب رجع، ويعني كملت بس بصعوبة كبيرة يعني. خلاص أنا عم بنجح تشحيط يعني، موادي كلها كانت تشحيط الحمد لله رب العالمين. طيب هلا أي حدا عم شوفنا بدي يسأل سؤال، إنه كيف حدا مر بكل هاي التجارب وكره المدرسة أو صار يخاف منها قدر إنه يجمع مجموعة عالية بالبكالوريا؟ شو جمعتي بالضبط؟ 234 يعني ناقصك 6 علامات على المجموعة. نعم. طيب كيف انه حدا تعذب وعانى وكره المدرسة وخاف منها قدر يحصل على هذا المجموع البكالوريا؟ بس انا بحب المدرسة، بحب انه خلاص بعد ما شفت انه قلة اطباء وقلة عالم من تداوي الجرحى والعالم ما بتموت عن جد، ويقول انه روح على تركيا وروح على انه لبرا وما فيكم تعالجوا هون، فخلص نحن لازم نداوي حالنا، نحن لازم نكون اطباء يعني. ما شاء الله عنك. اي نعم. فبعدين اجينا لهون تهجرنا، كان ما في ضرب، لهيك انا حبيت المدرسه اكثر. وفتره كورونا وهيك حتى نص الفصل الثاني داومته على النت اونلاين. فالحمد لله رب العالمين بالتاسع جمعت 276 نقصنا 4 علامات، وهذا كان كمان دافع لي انه خلاص انا بيطلع معي. بالعشر وحادي عشر كان انه خلاص وضع البيت ما كان بيسمح له بدي اروح من ضيعه لضيعه، فكمان كنت تركت، حاولت انه تحضيري انه حضر دوامة 3 شهور وتركت. بعدين رحت على إرادتي وكانت هون عن جد كانت إنه صار في مليان إرادة. فاصل عن جد فاصل، إنه خلاص أنا هذا جوي هوني أنا. الحمد لله رب العالمين تشجيع الأساتذة، والأساتذة كانوا كتير 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 لدرجة كبيرة قليلين، وهنا قدروا ينهضوني من الصفر لوصلت أنا لهون الحمد لله رب العالمين، وصلت لحلمي وأنا بشكرهم جد من كل قلبي. طيب شو بدك تقولي للطلاب اللي ممكن بواجهوا شوية مصاعب أو صعوبات بالحياة بالأمور المعيشية بأمور تانية وبيأسوا بقول خلص ما عاد بدنا المدرسة؟ هلق بهاي الشغل الواحد ما في يعني، أنا مريت بهالحالة يعني ما في واحد ما مريتي بحالي، كنت قريبة من الموت بعيد شعر عنك طبعا، ورجعتي وقفت على رجليك وكملتي. فبدي رسالة منك للطلاب اللي بواجه شوية صعوبات وبقول لك انه خلاص ما عاد بدي هالمدرسة، كلها وجع راس. ما في الانسان اذا كان عنده هدف ما رح بيحسن يوصل له شو ما كانت حالته تكون، وكل انسان فينا هو قادر لو يعني لو حب هالشيء، اما الانسان ما بحب هالشيء رح يفشل على الطريق ورح يتحجج انه ما في. اما لا الانسان القادر، الانسان عنده هدف بيحسن، واذا التزم وعنده عده خطوات لازم انه يلتزم فيها اكيد رح ينجح ورح يوصل للشيء اللي بده اياه. شو سجلتي بالمفاضله؟ لا اسا ما طلعت. شو ناوي؟ طب بشري او طب اسنان حسب ان شاء الله الله ما بيسر لي. طب بشري او طب اسنان؟ ايه. حكيتي فكره انه النقص اللي كان بعدد الاطباء خلاكي انك تكملي، معقول انه بشري اكثر؟ انا لانه انا بدي طب بشري، اما المفاضله فما بعرف شو بتحكم علي. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله بالتوفيق، بالسهل كل خير والله، وان شاء الله هيك بنشوفك دكتوره قد الدنيا وباعلى المراتب ان شاء الله. الله يعطيك العافيه يا رب، ومشكوره جدا والف مبروك مره ثانيه. شكرا. الله يعطيك العافيه يا رب. قال اخذت 9 واخيرا. الله يعافيك. ايه الحمد لله بفضل رب العالمين. الف مبروك. ايش صار لك قاطع عن الدراسه؟ 22 سنة. شد عمرك هلا ما شاء الله؟ 38. العمر كله ان شاء الله. 22 سنه قاطع عن الدراسه، شو اللي خطر لك ترجعي وتقدمي تاسع؟ قضاء رب العالمين وقدرة رب العالمين اللي بدي تحقق لي حلمي من زمان. انا بعد ما تركت الدراسة كنت صف سابع لظروف يعني، وبعدين بعد ما تركت كتير يعني تندمت، وصرت احلم دائما انه بشوف في منامي انه برجع بعد دراسي، برجع بذاكر، برجع هيك، ورب العالمين بدي حقق لي حلمي.
حلم تحقق بعد 22 سنة. ايه الحمد لله رب العالمين، بفضل رب العالمين، بفضل الأستاذ محمد حمادي، هو هذا اللي كان يشجعني انه ارجع للدراسة. انا حسب سمعت ان انت موظفة بهاي المدرسة، فمن هون انطلقت الفكرة انه ليش ما بقدم تأسيس؟ ايه من هون الحمد لله رب العالمين. اول كل كانت شوي صعوبة، بعدين الحمد لله رب العالمين بالإرادة وبالقوة وبالتشجيع وبالهيك، انه الحمد لله رب العالمين المساعدة والهمة، وكانوا كلياتهم معي مدرسة إرادتي، الحمد لله قدرت يعني انه انجح. ما شاء الله، هي اسم على مسمى إرادتي. طيب انا بس بدي اسال انه في شيء غريب، انه بعد انا احيانا وقت بحاول بتعلم شيء بقول انه كبرت ما عاد يقطع فيني العلم، بس انت اثبتي لي العكس. مع وكيف قدرتي توفقي بين شغلك بالمدرسة وبين اولادك ومسؤوليات البيت وبين الدراسة؟ هلق مكون شغلي هون، كنت يعني كلياتهم كانوا معي، وقفوا بجنبي، يعني الاستاذ علي طالب هو اللي كنت اشتغلي، قال لي اتركي كل شيء من ايدك وروح احضري دروسك. كنت تحضري تتركي وتروح تحضري دروسك؟ اشتغل اول حصه بس، يعني اول حصه والباقي دروس كلهن احضرين. بشكره كثير، يعني هو لولا يعني ما كنت يعني جبت نجاح وهيك. وكمان الانسات الين دور كثير كبير علي، وفضلهن وجهودهن وتعبهن كثير كان يعني انه كمان افهم واحفظ، ويعني هداك الدروس تعمل في مخي على السوا الحمد لله. ما شاء الله. طيب والبيت كيف؟ اكيد يعني اي ام عندها مسؤوليات بالبيت، كيف؟ في عندي اولادي يساعدوني كثير يعني بالمساعدة في البيت وفي الدراسة، هنن يعني بدرس لحالهم، بس عندي الصغير كان شوي هيك يعني بدي انا. شو اولادك شو باي صف؟ في الكبيرة سنة أولى رياضية. ما شاء الله. والأصغر منها 11 سنة، وثامن ورابع. هذا الرابع دائما بده متابعة مني، ما يرضى يعني مع حدا غيري، لهيك لاقي صعوبات كثيرة. بس أنت يعني هون صار في إنه آنستك بنتك وأنت كمان آنست ابنك الثاني. إيه، وإذا كان كمان عندي صعوبات كمان أخوي الله يجزيه الخير كان يساعدني بالرياضيات والإنجليزي، أي شيء بيصعبني يصعب علي أروح لعنده كمان. ما شاء الله. يساعدوني. ما شاء الله عنك. طيب ناوي تكملي بعد التاسع؟ أكيد. ناوي؟ أكيد بإصرار وهمي أكثر أكبر. على البكالوريا؟ إن شاء الله. علمي ولا أدبي رايحة؟ أدبي. إن شاء الله يا رب. كثير حبيت ترى إنه الرياضيات والفيزياء. هو لأنه بنتك عم تقول سنة أولى رياضيات، فممكن هي تساعدك كثير، وما بعرف القرار برجع لك بالأخير، بس شيء عظيم جدا اللي عم تعمليه، وأم عظيمة ومضحية ما شاء الله. الله يعطيك ألف عافية يا رب، ومشكورة جدا. أشكر كمان، بدي أوجه كلمة شكر للأستاذ محمد حمادي، بشكره كتير لأنه بفضله يعني أنه أنا درست ورجعت لحلمة وحققت حلمي، والأستاذ علي طالب والآنسات وكل كادر إرادتي بشكرهم، ولأهلي ولأخواتي اللي وقفوا بجنبي، يعني الكل وقف بجنبي وساعدني. ما شاء الله عنك، الحمد لله ربنا خير يا رب. ألف مبروك، ألف مبروك مرة تانية، وإن شاء الله هيك بنعمل اللقاء الثاني بعد تكون أخذت البكالوريا إن شاء الله. الله يا رب. إن شاء الله. يعطيك العافية يا رب، مشكورة جدا، شكرا.